شيخي يشرف علي صفوان. اي نعم يا هني يسوي لي. علي ابو سالم. احلى محجوب والله. يا ميت اهلين وسهلين برجال والله. انا بزهر فيك. ايه ابو سالم. ما قلت لي وين رشدي؟ مو على بنا تجيبه معك؟ تركته عند الحاكي. ايوه. ليش ما سنيته وجبته معك؟ يا بيت لحالي تعوقت عليك وعلى الشيخ نزيره وعلى البضايا، فقلت بيجي بنكتب الكتاب لبينا ما يصير رشدي. لك ابني ما بيصير، ما بيصير تتركه لحاله. ببسيطة يا بي بسيطة، هلا متى ما خلصنا كتب الكتاب، إيش كان ما إجا، بنروح أنا وأبو محجوب بنجيبه. يعني القاضي وافق يطالعه؟ إيه لكن شلون وافق؟ بس بتعرف شيخي هي القصة بالدوراء وشغل وأخذ وعطا ما بتصير هيك خبط لزق، ما هيك؟ إيه نعم، بس على علمي الجماعة ما بدو يثبتوا حقهم. منشان هيك العقيد أفاد والعضوات راحوا. ايه شيخي بعرف 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 انه الجماعة ما وافقوا معه، بس كل باب له مفتاح. ايه الله يقدم لي فيه الخير يا رب. أب سالم. ايه خايف ما يطلعوا له رجلي اليوم بيتوا له السبت ها؟ لا بنعمي لا، قبل ما تسكر المحكمة بيكون عنا هون، شنو المحكمة ما بنسكر لصلاة العصر. ما هيك شيخي؟ ايه نعم. بقى خلونا بمعيدكم نستعجل بكتب الكتاب مشان لحق نروح نجيبه لرشدي. ها مزبوط. ايه ابو محجوب معي دخلنا الطريق، خلي الشيخ نزير والشهود يروحوا يشهدوا على توكيل العروس. ما هيك شيخي؟ ان شاء الله. يلا. بيكون بعلمك اذا ما طلع رشدي اليوم كتب الكتاب ما راح ينكتب. لك شبك شبك، هذا الحكي ليش عم تقولي لي؟ قولي لاخوك ابو محجوب. خير شو بكون؟ اختك مفكر الناس لعبه بين ايديها يا بعدي. شلون يعني؟ اساله. شو في رويدا؟ وينه رشدي؟ هلا بدنا نروح نجيبه. ايه وروح نجيبه، شو عم تستنوا؟ بدنا نكتب الكتاب الاول. لا شو هاد؟ كتب الكتاب ما بينكتب لحتى يجي رشدي لهون وشوفه بعيوني. ان شاء الله بتوبري قلبي. شو ذكيه، شو فهيمه وفطينه، بدي اقعد العالم هون كلياتهم لحتى نجيب رشدي؟ شو العالم دبان ولا صراصير؟ لا دبان ولا صراصير، بس انا هذا شرطي. شرطك؟ شرطك ست رويدا؟ هلا صرتي تتشرطي؟ بتخليني اجيب الشيخ والشهود وامي عمك وعمك وعم تتشرطي؟ عمي ان شاء الله وطوا صوتكم، فوتي جوا على الاوضه. فوتي قدامي، فوتي فوتي. بده ينكتب ان قلتي ايه وقلتي اذا ما شفت رشدي ما راح ينكتب الكتاب. ولك عم اقول لك رشدي جاي. بوت حالي والله بوت حالي. بوت حالي والله بوت حالي. ها ليش تموتي حالي؟ انا اللي بموتي. لك يا عبدو رح تقتلي للبنت؟ عبدو كرمال الله افتح الباب. روحي من هون انتي هون، روحي من هون احسن ما اجي احطك فوقها. اسمعيني هلا الشيخ والشهود وبدك تقولي ايه غصبا عن رقبتك، عم تفهمي ولا لا؟ والا قسما عظمك بشختك شخت النعجه، عم تفهمي؟ عم تفهمي؟ يا عبدو لك افتح. روحي من هون يا ولي، روحي. عم يا ابو صفوان، عم يا ابو صفوان. خيرك عم بيشوفي؟ لا دينا الشيخ والشهود خليهم يجوا هلا. ايه وانت؟ انا رح ضل واقف جنبها جوا، بخاف تحكي لها شي كلمه تسود وشنا. وهي قالت لكم انه بنتها صفوها؟ اه ايه بلا شو بدك ورصة عمي، خلاص هيك احسن. ايه شو عليه مثل ما بدك. فوتي لجوا، فوتي لجوا. اسمعي شو بدي اقول لك، هلا بده يجي الشيخ، شو بيقول لك بتقولي موافقه، عم تفهمي ولا لا؟ والا قسما عظما شايفه هي السكينه بذبحك فيها مثل ما بيذبحوا الغنمه، عم تفهمي؟ اذبحني اذبحني يا بنتي. انت رويدا بنت محجوب نويلاتي؟ ردي لي. انت موافقه انه اخوك عبدو يكون وكيلك بموضوع زواجك من ابن عمك صفوان؟ يمكن اجى رشدي شيخنا. هي اجى رشدي. شو قلتي يا بنتي؟ روح صفوان روح افتح الباب لرشدي. يا بنتي شو قلتي؟ قلنا لك اجى رشدي. موقفة يا شيخي. شرفوا شيخي شرفوا، تفضلوا تفضلوا.
تفضلوا على المضافة. يلا. أهلين عمتي. أهلين تقبربي. شو يا بنت، وين أخوك رشدي؟ هي عمتي أم لطفي، لما اندقت الباب فكرها عمك إنه رشدي. إيه شو عليه؟ شرفي عمتي شرفي. يلا تقبربي. لا 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 لا. قول وراي. قبلته. قبلته الزواج من وكيلتك رويدة. الزواج من موكلتك رويدة. على سنة الله ورسوله. على سنة الله ورسوله. وعلى المهر المذكور بيننا. وعلى المهر المذكور بيننا. إن شاء الله ألف مبروك. سمعونا الفاتحة على نية التوفيق. إن شاء الله ألف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. عمتي الله يرضى عليك، قومي عدل نحكي لشوف. قومي. اختي مشان الله لا تساوي بحالك هيك. عمتي والله رح ازعل منك، يعني مو معقوله انت تورطي اخوك هالورطه هي وبيت عمي، يحكي الحق الواحد لو قطع رقبته. لك اخ يا عمتي اخ، اني ورطه؟ اني ورطه هي؟ وفيقه قالت لي انك قايله لاخوك انك موافقه، كيف بدك ترفضي هلا قدام الشهود والشيخ وكل العالم؟ والله مالك حق عمتي. الله لا يوفقك يا وفيقه، لا انت ولا اهلك، الله لا يوفقك. عمتي أنا حاسة إنه صفوان ووفيقة ضحكوا عليها لرويدة. كيف يعني ضحكوا عليها؟ ما بعرف، اسأليها. شو القصة عم تحكي لي؟ قصة كبيرة يا عمتي، قصة كبيرة كتير. رشدي لهلا ما طلع من الحبس، لك الله لا يوفقك يا وفيقة، لا أنتي ولا أخوكي. والزلمة يا عطاك يا رب. يا لطيف. شو الحكي؟ مثل ما عملكم. يا لطيف، يا لطيف على المصيبة. المهم هلا الجماعة بيكون دمهم فاير، وبيت أبو عبده ما لازم يتركوا بنوبه كمان. عبدو دري بها الشيء؟ بعرف، بس صفوان أكيد بكون دري وين. تفضل شيخي، تفضل تفضل. يا الله يا كريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخي، تفضل. الله يبارك فيك، حياتك وكل بركة. تفضل تفضل. الله يخليك يا رب، الله يديمك، الله يرضى عليك. خلينا يا رب. يا الله يا كريم. والله كنت عم بكتب كتاب صفوان ابن أبو صفوان على بنت المرحوم أبو عبدو، أرملة المرحوم وضاح. شو هالحكي؟ هلا وقتها؟ سيدي الله يوفق. صفوان نفسه فيها قبل ما ينكتب كتابه على وضاح. سبحان الله، شوفوا النصيب. شيخي انت سمعت موافقتها بإذنك؟ اي نعم، سمعتها بإذني وكررت اسمه قدامها مرتين ثلاثة، مشان ما يصير فينا مثل المرة الماضية. هلا هن دريوا انه بياع العرق سوس ما. ليش بياع العرق سوس ما؟ ما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هني عم يستنوا رشدي على اساس اليوم يطلع من الحبس. صفوان. ايه يا بي؟ كانه بنت عمك رويدة ما لها خاطر بجوازي. هلا ليكون عبده جابرها. لا يا بي لا، هي من خاطرها موافقه. يلا قوم ابو سالم. لوين؟ لك شو لوين؟ بدنا نروح نجيب رشدي. ايه يلا يلا يلا. وانا كمان. لا عمي انت خليك هون. لا عمي لا، بدي روح اجيب مرت عمك والبنات مشان المسويات ياخذوا رويدة ماما لعنا. روح روح جهز اغراضها روح. يلا يلا. يا بي بمعيتك قول لهم يوصلوا لنا شوية ملبس وملضمينا. ايه ما تبطل لبس وملضمينا لا تصغر. يلا يلا عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك عمي في السلامة. الله معك. الله يسلمك. وفيها فوتي لعند رويدة قولي لها تجهز اغراضها وتضب امورها مشان اليوم مسويات تتيسر على بيت جوزها. يلا. انا ما دخلني، هلا بعلق انا وياها. عمتي الله يرضى عليك، خلينا ناجلها لبكره. وليش بقى؟ يعني اليوم بتطمن على اخوها رشدي وبكره بناخذها عند بيت اخي ابو صفوان. لا عمتي لا، اليوم بدها تروح على بيت جوزها، وهلا بس يجي رشدي بتطمن عليه وخلصنا من هالسيره بقى. عمي راح يجيب مرت عمي والبنات مشان انت وياهن ووفيها توصلوها على بيتها. ها يمكن اجى رشدي لحاله. يا عقيد شريف. بعرف عمي، شو ما دريتو؟ شو؟ الزلمة أعطاكم أمره. أنو زلمة؟ بيع العرق سوس. العم قال الحكي. ليش صفوان ما قال لها؟ صفوان شو بده يقول لي؟ صفوان قاعد جوا وهلا كنا بدنا نروح نجيب رشدي أنا وياه. لا أنا تجيبوا رشدي، رشدي الله يعينه، راحت معه أيام أصلاً، بس ما رأيكم نحن مالنا تركي.
يا باطل على القصة. طول بالك عبد الله، أمر الله بفهد، يلا ديروا بالكم على حالكم، وهي الشباب لبضايات كلها بالحارة برا. الله معك عجيب، الله معك. السلام عليكم. بالسلامة. رويدة، رويدة، رويدة. شوفي الزلمة مات. أنو زلمة؟ الزلمة اللي ضربوا رجدي. مات. تعال عم، تعال عم، تعال عم، تعال عم، مصيبة. ورجدي؟ مثل عقيد عم بيقول إنه رجدي راحت معه سنين وأيام. قولي على أمتي، قولي على أمتي، قولي على أمتي، قولي على أمتي يا أمتي، يا أمتي، قولي على أمتي. ولو حتى هو قلت لي إنه الزلمة راح بيصفط حقه وراح بيطلع رجلي اليوم. لك مبلا يا أخي، مبلا مبلا، بس شلون مات ما بعرف. لك أخي أنا اليوم الصبح كنت عنده، لك إيه ما كان مبين عليه إنه بده يموت، لك شلون مات؟ يعني كتبتوا الكتاب؟ ايه كتبنا الكتاب. شوفي روحي البسي يا ابو روحي. شو؟ لوين بدكم تروحوا؟ ليش عم تسألي؟ بدي روح معكم. لك رجلك كانت مفكوشة، بدك تطلعي من البيت. ليش ما سمعتي المثل شو بيقول؟ لا ما سمعت. قال الجمل بنية والجمال بنية. وها ايه لا شو قصدها؟ ليكون قصدها مشان يعني. لك مالها عرفانة شو عم تحكي. خلص لك خذوها معكم، والله حرام بتموت من راحتها ولا وحدها. الا فهمها، قال صحيح كل اللي بديوك صاحب ما بي الا ابو الذكيه. بس لك هم انت الذكيه. لك امي انت منين بتجيبي كل الابدال؟ الذكيه هي علمتني انا هدول امثال. يا ابي انت عم تضحك لكمان. لك شو قاعد يحكي لك هلا، انت بدك تحطي عقلك بعقلها. المهم هلا هي عرفت انه جوزها كتب كتابه على رويدا. ان عرفت ولا 60 عمره فارقه معها. يا ماما خبريني يا ميز. اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. لك يفهمونا شو عم يصير بالحاره. يا ميز محجوب. يا ميز عليه سهلين، شرف عمي شرف. يلا تفضل تفضل شرف. ايه سهلين ويفا رويدا. بلكي مو هون مثل العرس. يضرب حظي، قال مثل ما قال المثل، اشتري الحزينه لا تفرح ما لقيت لحالها مطرح. ايه والله، قال اللوليه شافت بنتها على الحيط قامت قالت لها. لك تضربي على هالمثل، هذا المثل ما بينقال مشان هيك شغلي يا جذبه. شو بكم؟ شو القصه؟ ولا شيء، بس الزلمه اللي ضربه رجلي مات، عطاكي عمره. يالله يرحمه، شو نساوي له يعني؟ شو نساوي له؟ بلا فرطلتي وياها. يعني رجلي ما بقى يطلع من الحبس ولا 15 سنه. تقبريني معلش، الحبس للرجال وبحياته باب حبس ما تسكر على رجال، بيجي يوم وبيطلع. يلا تقبريني لا تزعلي هلا، روحي بدنا نفرح فيكي اليوم. مرت عمي كرمال الله تركيني بحالي. ها يو تقبريني، روحي ضبي اغراضك مشان تروحي على بيتك. يلا يا بنات خلينا نفوت نشق على ام عبده. انا بدي العب محجوب. الله يخليك الله يخليكي. طيب تعي خذوني معكم. لا انت ما في، رجلك عم تجعك ما فيك تطلعي على الدرج، خليكي هون. سامحني يا ربي سامحني. يا رويدة لا اوعك. لا يا بنتي لا، لا تموتي ملعونة. دخيلك يا بنتي لا 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 يا بنتي لا تموتي كافرة. الواحد يحكي اللي له ويحكي اللي عليه،
العقيدة بفهد ما قصر معنا بنور. اي والله دخيلك وبشو ما قصر بنور؟ يعني نحن حريمات هلا ما عاد فينا نحمي حالنا؟ لست صفوان يكتر خيره يكتر خيره. عمي مو عمي هلا صفوان بروح مع الحريم بنتمول عنا البيت وانا وانت بنضل. ايه شو علي؟ لا يا بلا انا ضالل معكم هون. ابو سالم خذ لي العريم وخذ حرمتك وشكلس لي امورك وما عليك مننا انت. ايوه معناتها قوم قلنا لرويده جهز حالها. عمي بطريقك قلن يعملوا كاسه شاي للابضايات اللي واقفين برا. انت بتامر امر عمي؟ يلا عمي يلا خلص. يا وفيا وفيا لك ويكون؟ جاي ابن عمي. شو بدك تقبرني؟ ليش عم بتعيط؟ وفوا وين رويده؟ رويده ما بعرف بس على علمي كانت هون. ما بغرفتها عم تطب اغراضها. روحي ليلى خليها تستعجل وبتعملي بريق شاي وتبعتي لها الشباب برا. على راسي ابن عمي. عليا توبريني استعجليها لاختي. يلا حاضر. شرف الله. شرف شو العقيدة ابو فهد ما اجا؟ لا والله لسه ما وصل. شرف شو ما وصل وعدني لاقيه هو هلا بيوصل على وصول. عمي شرف يلا يا رب. تفضل شرف. يا على قلبي عبدي بن لطفي. عبدي بن لطفي رويدة مالها هون؟ يو وين اختي؟ طفشتوها الله لا يوفقكم. ولي على اختي طفشت اختي من وراك من ورا عمايلك. شو وصل؟ صفوان شو وصل؟ والله ما بعرف يا صهر يا المهلمة. عمي كلف خاطرك شوي بدي اياك. خير عمي شو في؟ شو في؟ يا لطيف يا لطيف يا سادة. اطلع عمي اطلع خبر الشباب خليهم يدوروا عليها. خير شوفوا جماعة هجموا على الحارة. شو؟ هجموا؟ لا يا بلا الحق ابن عمك. روح انت وياه وام دوروا على بنت عمك. يلا وام بنت عمي. خير ابو صفوان شو القصة؟ قولي على قفتي عليك يا اخي رجعتي تركتيني. الملك كفر سلاح من بني دينا كمان الوحيدة. قولي على قفتي قولي على قفتي. ولكن حارة ما شفتها انتي؟ امبلا شفتها. طيب ليش ما بدت لنا؟ ليش هي مو كانت رايحة على الحمام واخذة بيجتها معها؟ الحمام؟ عمي انتو شو بدكم بهالقصة؟ انتو ما اخذكم بالحارة كل شي بدنا اياه منكم. تلاقوا لنا هالحرمة. ومين هالحرمة؟ شو في؟ علينا عقيد. عقيد اختي هربيت. شو هربيت؟ ايه والله يا عقيد هربيت. اب شو مال؟ خود شباب وزعهم بالحارة. تأمر عقيد حولي يا رجال. يلا الله تفضل تفضل جا. شو هربيت؟ ما بعرف. اختك ما بتهرب بتكون قاعده بشي اوضه. الله وكيلك هربيت. الله وكيلك هربيت يا عقيد. ايه ايه مزبوط هربيت. قلت لك اختك ما بتهرب. طويل ياها بقى. مين في عمكم؟ عنا عمي ابو صفوان عمي ابو لطفي. خذ لي طريق. يلا يلا شرفوا. شرف شرف عقيد من بعدك والله. شرف عقيد. شو بدها تقول الناس؟ بنت ابو عبد الويلاتي هربت من بيت اهلها؟ بتعرفوا شو معناتها الحكي؟ والله يا عقيد ما بعرف. ما دعينا على حالنا. العقيد معه حق يا ابو صفوان. الله يصلحكم. يعني لو كنتوا انتوا قلتوا لي كنت انا ما خليتكم تحكوا لحدا. انتوا جبرتوها على هالجوازه مو هيك؟ لا والله يا عقيد هي لحالها وافقت. هي وافقت لحالها؟ المهم لازم هلا نلحق ندور عليها قبل ما تبعد. عبدو تاخذ فرس المرحوم ابوك بتروح ناحية الشرق من طريق الشيخ رسلان. وانت صفوان؟ لا عقيد انا بروح على رجلي اسرع. وانا بتروح من ناحية الشاغور. وانا الحنادي للطفي ونروح ناحية كفر سوسي. وانا؟ لا خليكم مع الحريم. المهم اللي بيلاقيها ما بيحكي معه ولا كلمة. واللي بيحاكيها كلمة انا خصيمه. خذوه نطلع. ما بصير هالحكي يا ابو صفوان ما بصير. أكيد الحرمة ما كان بدها تتجوز وأنتوا جبرتوها. الله وكيلك يا عقيد ما جبرناها
وما لنا دخل بهالقصة منو؟ لك ليش هربت؟ أبصر. شو هي أبصر؟ هي الكلمة ما بدي اسمعها منكم بنو. يا أبو صفوان العقيد الحق معه بكلامه. هي كلمة أبصر بتتفسر لميت معنى ومعنى. شلون يعني؟ يعني المخلوقة طاهرة وعفيفة وشريفة، وهي الكلمة بتخلي الناس يجيبوا معدلة مشكل ملون. مو هيك أبو محجوب؟ لك عن لك. بس أنا مو هاد قصدي. نهايته هاي القصة ما بدي حدا يدرى فيها بنو. أوه. وبركي هي الحرمة ما رجعي، يعني الناس ما حتدرى فيها. نحنا رح ندور عليها بالليل والنهار، وإن شاء الله منلاقيها قبل ما حدا يدرى من أهل الحارة. يا جماعة أنا ابني لهلأ ما أجرى. احكي يا بنتي شو قصتك؟ تعي يا بنتي، تعي معنا. تعوا يا اخواتي خدوها. شو قصتك يا بنتي؟ انا هربانه من الموت. بنقدر نحميكي يا بنتي. تفضل يا اختي تفضل. هنا. نعم أبو. بتطلعي الأخت لعندك على الغرفة بدخلوا لها سرير أو بتخصصوا لها غرفة لحالها، بدي إياها تكون مرتاحة وما بدي حدا يزعجها بنوم. أمرك أبونا، كتر خيرك، تفضل. أختي وين يا أختي؟ هالشام. شو قصتك؟ شو ما لك أهل؟ بس يا جماعة، أختكم تعبانة ولازم ترتاح، اتركوها. ايه اختي، بتحبي تقعدي لحالك بالغرفة ولا تقعدي معي؟ إذا ما بتتضايقي بحب اني اقعد لحالي. اهلا وسهلا فيكي، وشو ما بدك بس خبريني. كتر خيرك. كله من خير يسوع. مين يسوع؟ السيد المسيح عليه الصلاة والسلام. بتآمني فيه؟ لك شلون؟ بآمن فيه مثل ما بآمن بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. صحيح انت شو اسمك؟ عليا. العذرة تحميك يا عليا. لك ليش هربت؟ والله أعلم، ما بعرف. هلا أنا اللي بعرفه إنه هي ما بتطيق صفوان. وأنا بعرف هيك شيء، مشان هيك سألتها إذا كانت موافقة عليه ولا لا. شو قالت لها؟ قالت لي موافقة. العمى غريبة هالقصة. أنتوا عم تدوروا عليها؟ لك شو عم ندور عليه؟ قلبنا حارات الشام وتضيع اللي حوالين الشام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. معقولة تكون هربت مع حدا مثل ما عم تقول مرت عمي أم صفوان؟ يا باطل على مصيبة. يكتر خيرك يا عقيد جاهر اللي سترت علينا. ايه يا جماعة، نحنا كنا ناطرين ليجي أبو خيرو مشان نعرض عليه الموضوع. شو رأيك يا أبو خيرو؟ هاشم أفندي موافي، أنا عمو. أبو خيرو ما راح نلاقي أحسن منك، مختار بعض الضباط. بارك الله فيك عقيد، وإذا كان الرغبة عند الجميع هي هي أنا ما عندي مانع. وهي مضافة أبو الضاهر رح تضل مفتوحة للمختار. بس أنا عندي مضافة. فيك البركة يا أبو خيرو، بس أبو الضاهر موصي إنه مضافته لازم تضل مفتوحة والمختار فيها، حتى الضيافة من خير الله وخيره. يعني حتى الضيافة عليه؟ إي نعم. يا سيدي الله يرجلنا يا سالم غانم بالسلامة يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. خلاص اتكلنا على الله. كان أنا ليش بعتوا لي خبر؟ يا سيدي بعتنا وراك بدنا نرفع اسمك للداخلية مشان صير عضو، وأبو خيرو بدنا نرفع اسمه مشان المخترة. ايه أبو خيرو. مرب سيدي. ما يؤمر عليك ظالم. دخلك بدي سألك، هالإشاعة اللي عم نسمعها على الفرنساوي صحيحة ولا؟ صحيحة والله يا أبو زيدي. الجنرال غورو ميبس راسه وبده يفوت على الشام، وموجه انذار للملك فيصل والحكومه. يلا اسمحوا لي. خاطركم. مع السلامه. مع السلامه. ايه ابو خيرو دخلك وهذا الانذار شو فيه؟ اخي شو فيه؟ في محاوله ذل واهانه. شو الحكي؟ لك انذار. يا ريان جدي والله خساره ويا حيف، ضيعتوا هالحاره وضيعتوا هالسيف.